فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يطعن في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقول: نحن لسنا بحاجة إلى هذه الدعوة في الوقت المعاصر. الحمد لله، لو صرتم ما أنتم بحاجة، مغنيكم الله وعارفين الحق ومستقيمين عليه، هذا هو المطلوب، مطلوب الشيخ هذا. لكن إذا كنتم ما عندكم يعني معرفة، ولا عندكم بس مجرد انتساب، يجب عليكم معرفة الحق من الشيخ ومن غيره. ما نقول لكم اتبعوا الشيخ، نقول اتبعوا الحق، اتبعوا الحق. نعم.